مجنون؟ لا لست مجنون. يجب ان تعلم اننا كلنا نعيش في دائره الانتظار. استنى انت تعطي وقتا كبيرا جدا للانتظار. فلك الغضب الخاص بك تنتظر. لا. وان جاء هذا الغضب تنتظر الغضب وهكذا. الغضب وقت لا. مستحيل. طبعا احنا تشرفنا ان جينا على طنجة، وقبل مرة جينا على فاس. طبعا جينا هنا في عرس ثقافي رائع جدا وجميل، التقاء والتحام الاخوة العرب كليتهم على خشبة مسرح واحدة، رائع وشيء جميل هذا الاشي. طبعا احنا جينا قدمنا عرض اسمه بروفا جنرال، مسرحية مسرح داخل المسرح او فيما يسمى بالمسرحة. حاولنا من خلالها أن نوصل رسالة قضيتنا الفلسطينية، ومش بشكل مباشر وطرح مباشر، وإنما بشكل في شيء من التجريد، ولكن هنالك بعض الأمور التي توضح. وأتوقع أنه الشعب المغربي، بل أجزم بأن الشعب المغربي شعب مثقف، وخاصة بالقضية الفلسطينية لأن هي شغله الشاغل. قضيتنا الفلسطينية طبعا هي قضية كل العرب، وإخواننا المغاربة يعني لم يقصروا تجاه قضية فلسطين الحقيقة، وخاصة جلالة الملك محمد السادس رعاه الله وحفظه. طبعا هي المسرحية تتحدث عن قضية فلسطين، عن معاناة الشعب الفلسطيني. فيعني المسرحية حاولت أن تقول أننا سنبقى ننتظر هذا الجودو الذي سيأتي بإذن الله، وهو يمثل الدولة الفلسطينية إن شاء الله. مساء الخير ومرحبا بكم معنا في هذه التغطية الخاصة لمهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي. هذه المرة جيناكم فرقة جديدة، فرقة اللي جاتنا من فلسطين، فلسطين البلد اللي في قلوبنا مش حال. ففي البداية مرحبا بكم وتبارك الله على العرض ديالكم. أهلا بك، شكرا. عرفناكم وعرفنا باللي لقيتوا صعوبات كثيرة باش تجيو، فذكروا لنا هذه الصعوبات اللي لقيتوها. فعلا الطريق من المدينة اللي احنا جايين فيها، أول شيء احنا جايين من نابلس. أنا ضياء سمارة وبدرس قانون سنة رابعة. إحنا جايين من نابلس، الطريق اللي بين نابلس والأردن تاخد ساعتين طبيعياً، ولكن مع الحواجز اللي بنمرقها رح تاخد 7 ساعات. فأول إشي بنروح للأردن، ومن الأردن جينا لمصر، ومن مصر لكازا، من كازا لطنجة. فنمرق على الحاجز الفلسطيني الإسرائيلي الأردني. في كتير صعوبات، ولكن الحمد لله انتم معنا دابا. وكيف جاتكم التجربه ديال المشاركه في هذا المهرجان؟ اكيد احنا طلاب بالجامعه وجينا من خلال هذه الجامعه، بنشكر الجامعه وبالاخص عماده شؤون الطلبه في جامعه النجاح. مشاركتنا بالمهرجان كانت رائعه للامانه، مبسوطين، انبسطنا من الفرق الاخرى، شفنا فن حقيقي، تعرفنا انه المسرح العربي دائما مليء ممتلئ بالفنانين والمواهب والافكار والمسرحيات والممثلين الممتازين فعلا. هو ممكن المسرح تبعنا الخاص الفلسطيني اقل امكانيات من المسارح الاخرى، لكن احنا بنشتغل على الشخوص، بنشتغل على الفكره، بنشتغل على الاداء السليم للممثل، وبنتمنى انه نكون استطعنا نوصل الرساله اللي جينا فيها لهالبلد لطنجه اللي هي فعلا واعره بزاف على رايكم، وكثير مبسوطين وان شاء الله تكون رسالتنا وصلت. اهم حاجه ومش مهم الجائزه بقدر ما هو مهم الفن والمشاركه. بالنسبة للناس اللي ما قدروش يحضروا معنا، واش تقدروا تعطيونا فكرة عامة على العرض ديالكم؟ هي مسرحيتنا مسرحية داخل مسرحية، هو التكنيك هذا كان من رؤية المخرج الأستاذ سعيد سعد، أكيد بنوجه له كل الشكر، هو المخرج والمؤلف للعمل أيضا. مسرحية داخل مسرحية، تتكون المسرحية تقريبا من مشهدين حقيقيين تمثيليين. المشهد الأول بيكون فيه الانتظار، لخصنا فكرة مسرح أو نص مويل بكيت في انتظار جودو، إلى حورناها للقضية الفلسطينية وتعاملنا بالقضية الفلسطينية. عادة المسرح لما يقولوا مسرح فلسطيني كل الناس تعرف أنه يهود، حواجز إلى آخره. نحن غيرنا هذه الفكرة، نحن نقدم فن حقيقي، فني مسرحي، ما هوش فن جديد، مش فن متداول أو معروف. نتمنى أن الفكرة تكون وصلت بالمشهد الأول. والمشهد الثاني ضياء حكينا. المشهد الثاني كان عبارة عن مشهد تحقيق، كتير حلو نبين الأنظمة العربية كيف تتعامل مع أعداء النظام، كيف بتحقق معهم. كمان حبينا نوصل فكرة كتير منيحة بآخر المسرحية اللي كانت
بتتحدث عن الانقلابات والربيع العربي حسب مسمى او الخريف العربي، نحن ما عارفش قصه حسب كل وجهه نظر كل شخص، ولكن كانت فكره كويسه انه نحكي على الانقلابات وايش نتائجها على السلطه ونظام السلطه. بذكر القضيه الفلسطينيه، واش كتظن باللي الاعمال المسرحيات قدرت تنفع وتخدم القضيه الفلسطينيه؟ صحيح، هو هذا العرض كان يعني بيشرح نوعا ما القضيه الفلسطينيه من بدايه 1917 الاحتلال الانجليزي الى طبعا بنوعد بالفور الى 2006، وخلينا نحكي ل 2014 ل 2013 194. احنا مشينا ب فترات ومراحل للشعب الفلسطيني، حاولنا نشرح فيها شو اللي صار بطريقة فنية. كمان شغلة مهمة انه حلو نذكر الناس، نصحيهم بانه في لسه قضية فلسطينية، صحيح. في شعب لسه تحت احتلال لازم يتحرر، هي القضية الجوهرية اصلا. بالضبط، بس يعني انا لقيت في المغرب تفاعل كتير من الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني، وفي دم متوحد وفي بلد متوحد، احنا وياكم متوحدين مع بعض كشعب مغربي، ولكن حلو انه نذكركم انه احنا لسه موجودين باقيين على هذه الارض، وعلى هذه الارض ما يستحق الحياة. رسالة جميلة كتقدروا توصلوها واثرتونا معكم فشكرا لها التوضيحات، وشكرا وحد سعيد بالنسبة للمسابقة. كذلك مشاهدينا شكرا للتتبع ديالكم، والى تغطية اخرى بحول الله. لا لا تتدخل بس. منذ البداية، ما كنت تعامل معك. نعم، لا أريد أن أعمل معك أنت بالذات. إيه؟ أنت ولا؟ أنا؟ نعم، عليك أن تتحرك.